السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. طبعا مبين المنظر من منظر وده ترزي بلد، وداخلين ان شاء الله على اعياد وعلى العروس. كل اللي تسأل عرسك امتى يقولك تاني وتالتهم العيد، فالترزيين البلدي ما شاء الله عليهم. وده محل الحاج مصطفى السويف ما شاء الله في المنصوري، وده ما شاء الله ابن محمود بيقوم بتوضيب المكان طبعا عشان الصنايعيه يشتغلوا، وده طبعا المعلم الكبير. ازيك يا صلاح الكبير؟ الله يا حاج. الكبير احسن صنعه واحسن صنعه ان شاء الله تشوفوا هنا، واللي عنده جلابيه يجيبها نعملها له، بس على عيد الضحية ياخدها، دلوقتي ما فيش، عندهم زحمة. أقل جلابية دلوقتي علشان تتخيط عندهم تاخد لها 10-15 يوم. والله يا حاج محمود. إيه الأخبار؟ وإيه الجلابية؟ يا جد، لأنه أنا جد ده يعني. كل سنة وأنت طيب يا حاج. أيوه شد حيلك. طب تدينا موجز على اللي شغال فيها دي؟ يما تفرح بأسبوعين إن شاء الله والله يسهل عندك. بارك الله فيك. كده تقول لنا ملخص على اللي شغال فيها دي طبعاً. جلابية بلدي عادي. تمام. يعني عادي يعني ما فيهاش. ما فيهاش لك فافة. والبردم برضه برد عادي. فرد عادي. العادي بكم؟ والله يعني على حسب برضه، كل الحاجة وعلى حسب سعر. ايوه. الصغير غير الكبير، تتماشى يعني حد مش ايه. العادي في حدود. ايوه يعني دلوقتي الجلابية العادي يعني في حدود 100 جنيه خيارتها، مش كده؟ يعني 150. كم؟ 150 170. دي العادي. طيب والكفافة اللي مكفوفة؟ كم؟ يعني 350. طب والسكة؟ السكة تصل حاجة كم يا مصطفى؟ توصل 500؟ ما شاء الله ما شاء الله. ماشي مع الغلبان برضه. يعني الخير. طب هلا بيتك دي عادية برضه؟ دي عادية. انتوا شغالين عادي دلوقتي؟ عادي. انما الحاجات اللي هي بتبقى في اوقات اللي هي الواحد يكون رايق كده. الناس اصلا ضامح معها على الله. الناس طبعا. مفيش وقت. شكرا.